السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة الشروق. البداية بالعناوين. نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد أن القانون سيأخذ مجراه في أحداث مدينة الجنينة. وفود اتحادية تقف على الأوضاع بولايتي الشمال وجنوب دارفور. واشنطن تهنئ السودان بمناسبة ذكرى استقلال السودان وتؤكد تعاونها مع الحكومة الانتقالية. أهلا بكم. أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دجلو أن الجناة في أحداث الجنينة لن يفلتوا من سيف العدالة، وأن الدولة ستستفيد هذه المرة من التجارب السابقة. وأوضح في تصريح صحفي عقب اجتماع مع لجان الأمنية ولجان تقصي الحقائق التي كونها مجلس السيادة والوزراء أن موضوع الديات سيتوقف تماما لينال القاتل عقابه وفقا للقانون. وحذر الذين يسعون لإشعال الفتنة من خلال التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى السلطة على أجساد وأرواح المواطنين، مؤكدا أن الدولة ستكون لهم بالمرصاد، وأن كل من تثبت إدانته سينال عقابه وفق القانون ليكون عظة وعبرة للآخرين. ونوه الفريق أول دجلو إلى أن الحرية لن تعني الفوضى بل انضباط وشورى وشفافية، داعيا الجميع إلى التعامل وفق مقتضيات القانون. نقدر نقول أقل من 12 ساعة وصلت اللجنة الأولى اللي هي بقيادة النائب عمليات الفريق الركن خالد عابدين، ومعه زي ما قلنا مجموعة من الأجهزة. بعدهم طوالي وصلت اللجنة الثانية برضو خلال ساعات، هي بتاع تغسل الحقائق برئاسة وكيل نيابة أعلى، وبدت التحري والتحقيق، وأيضا في لجان تحقيق من القوات المسلحة في مجال التحقيق تشكلت، في مجال التحقيق تشكلت من الشرطة برضو شغالين. فالحدث ده احنا ما دارين نمر مرور الكرام، وبرضو دارين نستفيد من الأثرات الحصلة والهفوات الحصلة، برضو دارين نستفيد منها. فما دارين نقول الآن نسبق الحوادث قبل ما نتائج التحقيق تطلع، لكن فيه ما بنقول زي ما سأل الأخ أنه في تدخل خارجي دائما، إحنا بنشيل شماعتنا من علقة في الآخرين، بنقول الشغل ده شغل داخلي وما بنقدر نقول اللي عند الآن. لكن الدور ده إن شاء الله أي إنسان بيخلق فتنة ومدور الشغل ده من تحت الترابيزة وبدور التحت ده شغل ده بالتليفونات وبالواتسابات، وإذا عشان يسأل للسلطة أو يصل بأجساد بأرواح الناس أو بأجساد الناس عشان يصل للسلطة، إن شاء الله الدور ده نخط النقاط والحروف. من جانبه أشاد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بدور القوات النظامية في حفظ الأمن والنظام والمحافظة على أرواح المواطنين، ودعا سيادته إلى الإسراع في معالجة أحداث الجنينة لأنها ترتبط بمسارات عديدة على رأسها موضوع السلام، مضيفا أن معالجة المشكلات في غرب دارفور يساعد في العبور بالسودان إلى وضع أكثر أمنا واستقرارا. وصلنا هنا طوالي بدينا لقينا تنوير ضافي من لجنة أمن الولاية وكل الأجهزة. نحن حقيقة بداية نشيد دور القوات النظامية كافة لحفظ النظام والمحافظة على أرواح المواطنين، أيضا نترحم على أرواح الضحايا، نتمنى أن نتمكن من معالجة هذه المسألة لأنها حصل في الجنينة يمكن أن يحصل في أي مدينة سوداء، لذلك تلافي هذه المسألة ومعالجتها بشكل سريع وعاجل لحفظ الأمن والنظام بشكل مربط ساهل في خلق الاستقرار في كل أنحاء السودان. هذه المسألة ترتبط بمسارات عديدة على رأسها موضوع السلام.
تسلم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي مذكرة مطلبية من لجان معسكرات النازحين ولجان المقاومة بمعسكرات النازحين تتعلق بالأحداث التي جرت في مدينة الجنينة مؤخرا. وأكدت المذكرة بأن الأحداث غير قبلية وغير طبيعية، شارك فيها تجمع من القبائل راح ضحيتها نفر من المواطنين، كما أشارت إلى ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وتناولت المذكرة أن مجموعة من المجرمين والمتفلتين استغلوا الموقف واعتدوا على العزل في أماكنهم، مشيرة إلى أن هذه الفئة المتفلتة هي الجهة المستفيدة من هذه الأحداث. وأكد رئيس الوزراء الانتقالي أن الهم الأول للدولة هو الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على الاستقرار. استقبل مستشفى الأمل ببحري عددا من الجرحى والمصابين في أحداث مدينة الجنينة والتي خلفت عددا من القتلى. وتفقد المدير العام لجهاز المخابرات العامة أبو بكر دنبلاب جرحى أحداث مدينة الجنينة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الأمل ووقف على حالتهم الصحية، ووجه بمضاعفة الاهتمام وتوفير المعينات التي يحتاجونها حتى ينعموا بالشفاء التام. الجدير بالذكر أن مستشفى الأمل وبناء على موجهات الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتوجيهات السيد المدير العام للجهاز قد أكمل تجهيزاته لاستقبال الجرحى الذين يتم تحويلهم للخرطوم لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة. شدد عضو مجلس السيادة صديق تاور وعائشة موسى على ضرورة تعزيز الأمن وإحكامه وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون للحفاظ على الاستقرار والبدء الفوري في عمليات جمع السلاح. وأوضح خلال اجتماعهما مع حكومة الولاية بالفاشر أن زيارتهما ضمن عدة وفود من مجلس السيادة إلى ولايات دارفور للوقوف على الأوضاع والترتيبات الأمنية لعدم تكرار ما حدث بالجنينة بولاية غرب دارفور، مؤكدين حرص الحكومة الانتقالية على حماية المواطن وممتلكاته واستقراره وتوفير احتياجاته الضرورية. الهدف من الزيارة هو يعني التواصل مع الشرائح الاجتماعية والسياسية والمجتمعية المختلفة في حول يعني كيفية التعامل مع تداعيات مثل هذه الأحداث ومحاصرة الفتنة في مهدها، ويعني كل يلعب دوره من موقعه، لأنه مثل هذه الفتن هي مثل الوباء لا تميز بين قبيلة وقبيلة أو بين حزب وحزب أو بين مدني ومسلح أو بين عسكري ومدني وهكذا. من جانبه أعلن والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي عن انطلاق عمليات جمع السلاح بكافة أرجاء الولاية، مؤكدا أنه لن يسمح بحمله إلا للقوات النظامية، ومبينا أن هناك حملة لبسط الأمن والاستقرار وسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مجددا تأكيده ألا تفريط في أمن واستقرار الوطن. أنا يعني برضو أبشر أخواننا في ولاية شمال دارفور أن هناك عمليات جارية لعمليات خاصة، عمليات ضبط وجمع السلاح إن شاء الله في الفترات القادمة وفي الأيام القادمة القريبة جدا إن شاء الله سيكون عمليات جمع سلاح. والسلاح طبعا معروف من يمتلك السلاح اللي هي القوات النظامية فقط، ولا يسمح بأي قطعة سلاح في يد مواطن. أعلن عضو المجلس السيادي الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان إضافة أعضاء جدد للجنة التحقيق في حادث نهب مقر اليوناميد سابقا بوينيالا لمعرفة المتسببين في هذا الحادث وتداعياته. وأوضح الفكي خلال وصول وفد مجلسي السيادة والوزراء إلى نيالا أن الوفد تعرف على تداعيات الحادث وحجم الخسائر لدى لقائه لجنة أمن الولاية. خلال لقائه بزعماء الإدارة الأهلية كل على حدة، موضحا أن التحقيق سيكشف كل أوجه القصور ودواعي الحادث، وقال إن الأحداث في ولايات دارفور لن تؤثر على سير عملية السلام بجوبا، لأن الإرادة التي تتوفر لدى كافة الأطراف تسري نحو تحقيق السلام والاستقرار. استمعنا إلى تقرير وافي من اللجنة الأمنية حول أحداث معسكر اليوناميد، والتحقيقات تسير في الاتجاه بصورة جيدة. أضفنا أيضا إلى لجنة التحقيق عدد من
الأعضاء من وزارة الخارجية ومن وزارة المالية الاتحادية للتأكد من التلف الكبير الذي حدث في هذا المعسكر. وطبعا لأنه لجنة التحقيق لم تذهب أيضا في أي اتجاه حتى الآن، لا نستطيع أن نستبق الأحداث ونتكلم عن ما حدث وما هي أسبابه، لكن حريصين أن لا يتطور هذا الأمر في أي اتجاه آخر وأن يؤثر على سلامة المنطقة وعلى سلامة الإقليم. من جهته أبان والي جنوب دارفور المكلف هاشم خالد أن نتائج التحقيق ستوضح الحقائق للجميع في قضية نهب مقر اليوناميت سابقة، وتأسف خالد على هذا السلوك الذي أضر بمكاسب الولاية التي تسلمتها الحكومة من اليوناميت، وقال إن القوات النظامية اتخذت الحكمة في التعامل مع المواطنين تجنبا لوقوع ضحايا على حد قوله. لما حدث في اليوناميت ونحن والله نتأسف غاية الأسف لما حدث، ولكن العزاء الحمد لله انه ما في موت، الحمد لله انه الناس اتعاملت القوات بحكمه، ويعني احنا شكلنا لجنة بتاع تغصي حقائق لهذا العمل وهي قطعت شوط كبير. دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق ثور الإدارة الأهلية بشرق السودان للتمسك بوحدة البلاد ونبذ الجهوية والعنصرية ورتق النسيج الاجتماعي، ووعد لدى لقائه وفد الإدارة الأهلية بشرق السودان باستصحاب مقررات الملتقى التشاوري لأهل الشرق والذي سيعقد الأسبوع المقبل بالخرطوم في مفاوضات السلام بجوبا من أجل تحقيق سلام مستدام وتنمية لإنسان الشرق والسودان. إلى ذلك أكد ممثلو الإدارة الأهلية بشرق السودان مك عموم قبائل البوادرة متوكل حسن دكين وعمدة قبيلة بحلياي وناظر عموم قبائل البرتو الصلحة بولاية القضارف أحمد يعقوب موسى، أكدوا أنهم تناولوا كل القضايا التي تؤرق إنسان الشرق. فكرنا وتناقشنا عن كل ما يؤرق إنسان شرق السودان مع الدكتور البروفيسور صديق طاور عضو المجلس السيادي، وحقيقة يعني وضحنا كل ما يعوق شرق السودان من مشاكل تنمية، وأيضا تحدثنا في عن السلم الاجتماعي وطرحنا كل قضايا شرق السودان بوضوح، وناقشنا أيضا مسار جوبا، وأيضا تحدثنا عن احتياجات شرق السودان واتفقنا على كثير من الأشياء. ومن هنا أنا بناشد كل أهلنا في شرق السودان إنه نتوحد كلنا إن شاء الله، وكلنا ندفع إن شاء الله بمنبر جوبا، بمنبر سلام جوبا، جناح شرق السودان هو في الجبهة الثورية. اليوم نحن سعداء نجتمع في هذا القصر الجمهوري مع البروف صديق تاور عضو مجلس السيادة ومعي 10 نزار من الولايات الثلاثة وممثل التنظيمات الأحزاب المتحدة 10 7 للأقليم الشرقي وممثل الشباب. غرض الاجتماع كان معرفة مسار جوبا والمؤتمر التشاوري الذي سينعقد قبل بعد أسبوع في الخرطوم، وبشرنا يعني إن شاء الله قال نحن غالبا وغالبا مع المواطن، وعدنا إن شاء الله حيسجل زيارة وقت قضارف ويلتقي بمواطن قضارف. والله نحن يعني جد يعني همنا الشرق وهم لسان الشرق وسلام الشرق، فنحن ما دارين أي خلل في الشرق بعدها، والحمد لله يعني الحكومة الديمقراطية دي أمنية كل الشعب السوداني وأمنية أهل الشرق، ونحن والله يعني جد خلفها بشدة. أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانا صحفيا هنأ فيه الشعب السوداني بعيد الاستقلال، وأكد التزام الحكومة الأمريكية بالعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيها لتعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان. وعبر بومبيو نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن أطيب التمنيات لشعب السودان وهو يحتفل بيومه الوطني في الأول من يناير. وأشار البيان أنه في الذكرى 64 لاستقلال السودان الوطني، فإن حكومة الولايات المتحدة تهنئ السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومة مستجيبة وديمقراطية تمكن جميع السودانيين. وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تطلع واشنطن إلى تعميق شراكتها وتأمين التقدم نحو هذه الأهداف المشتركة.
أوصى ملتقى مديري مفروع التأمين الصحي بالولايات بتطوير العمل الصحي وتوسيع مواعينه. وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا يعقوب أن ميزانية العام 2020 أفردت حيزا كبيرا للحماية الاجتماعية. ومن جانبه أكد مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي دكتور بشير الماحي التزامه بكل موجهات الوزارة وما خرج به الملتقى من توصيات. نحن عايزين نقدر نصل لكل الشرائح في السودان، عايزين نصل للناس في المعسكرات، عايزين برضو نشوف احنا كيف اذا الثورة دي قامت عشان خاطر كرامة الانسان السوداني، برضو كرامة الناس اللي معانا اللاجئين، برضو واحدة من الحتة اللي نحن اكيد القضايا التأمين الصحي هيكون مركز عليها في تقديم الخدمات الاساسية للجميع. حقيقي نحن يعني حتى الفترة اللي فاتت دي بفتكر انه الصندوق قام بعمل كبير جدا جدا في النيل الأزرق، في جنوب كردفان، في دارفور، تحية لهم، وحيكون إن شاء الله دي بدايات ومستمرين بإذن الله تعالى، ودايرين ندعو جميع الشرائح المجتمع المدني والقطاع الخاص معانا كحكومة، فإنه إحنا نقدر حقيقي نقدم الخدمات المختلفة نقدم يعني المطلبات المرحلة الجاية للتغيير. أطلقت وزارة الصحة بولاية الجزيرة حملة الرش لمكافحة الملاريا بمحليات الولاية بتكلفة تبلغ نحو 165 مليون جنيه بدعم دولي. وقال إيهاب عبدالله التوم مدير عام وزارة الصحة بالولاية لدى تدشينه الحملة بغرية الجمعة بمحلية الكاملين صباح أمس أن الحملة تستهدف رش 34 وحدة إدارية منتشرة بمحليات الولاية، وشدد على ضرورة إحكام الرقابة من المواطنين على جميع عمليات الرش بالمناطق والمحافظة على المبيد منعا للتسرب، وأكد حرصهم على حقوق المواطن من خلال مشاركة جميع الفعاليات عبر تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين بالولاية بتوجيه جميع قواعدهم بالمشاركة بفعالية في هذه الحملة. الولاية مفروض يحرص على الحملة دي ويحرص على المكتسبات بتاعتها في الوصول للمستهدفات اللي احنا بنرجوها. احنا كلنا بنرجوه انه نرجو كثافة نواغي الأمراض بمعدلات مقبولة عالميا. عليه نامل من كل المواطنين، وأنا أناشد كل المواطنين في الولاية بأنه يقبل على الحملة دي ويستهلك خدماتها للاستهلاك الأمثل، وأنه يحرصوا على الحضور مع عمال الرش في مواعيد رشهم ويساعدهم في استخراج العفش. نحن بنمثل المدنيين، نحن جينا نمثل المدنيين، ليست جهات رسمية فقط، بل عندنا دعم مدني كبير جدا وشعبي كبير جدا، وعشان كده نحن إن شاء الله نحقق لكم الشيء اللي بترجوه. عدد العاملين في الحملة 268 عامل، وعدد الطرمبات العاملة بالحملة 134 مضخة، وعدد المشرفين الميدانيين على الحملة 13 مشرف ميداني موزعين على محليات المحلية الأربعة، بالإضافة لأنه في إشراف من المحلية وإشراف من الولاية وإشراف من الاتحادية، ونتمنى أنه يكون في إشراف من المواطن على الحملة حتى نتمكن من تغطية كل الغرف. نشرتنا متواصلة وفيها عقب الفاصل. شركة الفاخر تصدر أول شحنة ذهب إلى دولة الإمارات. أهلا بكم أخبار المال والأعمال عقب الفاصل. شرعت شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة تصدير أول شحنة ذهب إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة بلغت 155 كيلو بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والشركة. وقال مدير الشركة محمود محمد في تصريحات صحفية إن عمليات التصدير ستستمر، وأن الشركة أعدت 300 كيلو جرام أخرى سيتم شحنها بواقع 100 كيلو جرام ابتداء من اليوم، وستسلم شركة الفاخر حصيلة الصدر للحكومة حسب الاتفاق بينهما. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الوطنية تعهدت بتوفير احتياجات الحكومة من العملات الصعبة وتحقيق استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.
أعلن بنك السودان المركزي عن سياسات جديدة للعام 2020 بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. وقال بنك السودان في بيان صحفي أن السياسات ركزت على تحقيق هدفي الاستقرار النقدي والمالي واستقرار واستدامة سعر الصرف بتشجيع وتمويل الانتاج وتمويل الصادرات وترشيد الاستيراد. وأشار المركزي إلى أنه تم التوجيه بتحصيل العوائد الجليلة والزكاة والأرباح عينا قبل التصدير. وكشف المركزي أن الضوابط حظرت التمويل المباشر للحكومة الاتحادية من المصارف ونصت على الاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20%، وذلك لتوجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج والإنتاجية. تسلم وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله بشر دعوة رسمية من وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة العربية السعودية لزيارة الوزير بالمملكة في الأسبوع القادم. ونقل الدعوة سفير المملكة بالخرطوم علي عثمان حسن الجعفري. وبحث وزير الثروة الحيوانية والسفير السعودي فرص التعاون الثنائي في مجالات الثروة الحيوانية وصادراتها إلى المملكة العربية السعودية. ووصف السفير الجعفري العلاقات بين البلدين بأنها علاقات مميزة تحكمها روابط عديدة عبر التاريخ وعلاقات القرب والجوار، كما أكد أنها مميزة ولديها آفاق أوسع في المستقبل للتنمية. بلا شك أن العلاقات السعودية السودانية علاقات متميزة يحكمها روابط عديدة، التاريخ المشترك، القرب الجوار، بالتالي فهي متميزة وراسخة ولديها آفاق أوسع لتنمية هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين وما يلبي طموح القيادتين في البلدين في المملكة العربية السعودية. نفذ ديوان الزكاة بولاية نهر النيل نفرة المصارف والمشروعات الكبرى بتمويل بلغ 120 مليون جنيه لفائدة أكثر من 20,000 أسرة. وحقق الديوان أكبر جباية في زكاة التعدين، حيث يتجه لدعم اقتصاديات الدولة في العام 2020 بتركيز مشروعاته في مجالي الإنتاج الزراعي والحيواني. بكلفة مالية فاقت أكثر من 120 مليون جنيه وبقاعدة مستفيدين تجاوزت 22,000 أسرة، نفذ ديوان الزكاة بولاية نهر النيل نفرة المصارف والمشروعات الكبرى لعدد 200 مشروع. نحن حسي دي تقريبا 120 مليار بالحساب الزكاة، 120 مليون، والنازل بيتكلموا عن أشياء ما واقفين. شيل الدوكم ليه دين تحسي النازل عندهم مدارس بيدعموها وعندهم سلات بيدعموها وعندهم معاشين بيدعموهم، وده كله من حق الله ومن حق الدولة. المشروعات التي تم تمويلها خلال النفرة تنوعت مجالاتها والشرائح المستهدفة بها ما بين الفقراء والمساكين والطلاب والشباب والخريجين والمرأة فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المشروعات تتحدث عن نفسها، هي مشروعات متنوعة تشمل شرائح مختلفة ومناطق جغرافية مختلفة، هي مشاريع فيها مشاريع للمرأة، فيها مشاريع لذوي الإعاقة، فيها مشاريع للدواجن، فيها مشاريع زراعية حيوانية، هي مشاريع متنوعة تلبي حاجة الإنسان هذه الولاية وإنتاجية أكثر. ومع تنوع وزيادة حجم المشروعات المقدمة السنوية من ديوان الزكاة بنهر النيل واتساع دائرة تغطيتها الجغرافية أفقيا ورأسيا، يتجه الديوان لدراسة الأثر والمردود الاجتماعي لهذه المشروعات من واقع جدواها الاقتصادية. إن شاء الله حنبدأ في قياس المردود الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات الزكاة اللي قدمناه، وده بالتنسيق مع جامعة وادي النيل. يعني احنا حندرس هذه المشروعات، يمكن حدوث مشروعات 2016 و2017، نشوف نحن كديوان زكاة واقفين وين من شو نحن قدمناه، حنشوف المشروعات الناجحة حنستمر فيها، إذا شفنا في أي إعسار في أي مشروعات نحاول نحن هذه المشروعات نعمل لها إسناد. وبالنظر لأداء ديوان الزكاة بنهر النيل في محوري الجباية والمصارف ونجاحه في تحقيق الربط المقرر عليه في 9 أشهر فقط خلال عمل منصرم، يتضح مدى قدرة الديوان في تطوير أدائه
من خلال القفزة الكبيرة التي حققها في جباية زكاة التعدين على مستوى ولاية السودان. ولاية نهر النيل الولاية الأولى في زكاة التعدين. الربط المقدر للعام 2019 303 مليون جنيه، تحصيل الفعلي في سبتمبر 504 مليون بالفائض 201 بنسبة أداء 166%. ووفقا لمؤشرات أداء العام 19 و2000 فإن الديوان بنهر النيل يخطط خلال العام 2020 لدعم اقتصاديات الولاية بتركيزه المباشر على تمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. رياضياً، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن قائمة اللاعبين الذين أكملوا فترتهم مع أنديتهم بالدوري الممتاز، وضمت القائمة 6 لاعبين في نادي المريخ انتهت فترتهم مع النادي. ضمت القائمة كل من التاج إبراهيم، أمير كمال، التيكت، محمد عبد الرحمن. أما نادي الهلال الخرطوم سيكون 6 لاعبين خارج حساباته بقيادة بشر الصغير، ولاء موسى، الجريف، عبد اللطيف بوي، عمار الدمازين وسمو الميرغني. وتضم القائمة من نادي الخرطوم الوطني بدر الدين جلق ومحمد حسن لوكا ودومونيك أبوي وعادل بوفون وسعيد صديق وكاوندا ومصطفى كرشوم والغاني ريشموند. وفي نادي الأهلي شنضي فضمت القائمة إبراهيم النصور، حسن ميسي، عيد مقدم. أما هلال الأبيض فغادر زكريا حيدر، عوض كافي، مفضل محمد وأمين إبراهيم. فتح الهلال العاصمي ملف مباراته أمام النجم الساحلي في العاشر من الشهر الحالي في دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات، ويسعى الهلال إلى تعزيز فوزه على النجم الساحلي في تونس لضمان التأهل لمرحلة دور الثمانية. ومع فتح باب الانتدابات الشتوية من المتوقع أن يضم الفريق إلى صفوفه عددا من النجوم من بينهم أجانب، وقد رشحت عدة أسماء لمحترفين كبار من القارة الأفريقية، وذلك من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام. في ختام النشرة تذكير بالعناوين. نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد أن القانون سيأخذ مجراه في أحداث مدينة الجنينة. وفود اتحادية تقف على الأوضاع بولايتي شمال وجنوب دارفور. واشنطن تهنئ السودان بمناسبة ذكرى استقلال السودان وتؤكد تعاونها مع الحكومة الانتقالية. نهاية النشرة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.